الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في الاسبوع القادم نخطب ان احيانا الله تعالى في جمعه رمضان ورمضان باب لمغفره الذنوب وباب لاقبال البعيد وباب لاجتهاد القريب وباب للتمسك بالتقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كل العبادات كل الشعائر كل الخطب كل الدروس التي حضرتها والتي ستحضرها مبناها ومدارها على تقوى الله على ترك الحرام على اتقان الفرائض على اداء ما استطعت من النوافل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاجعلوا سير حياتكم ايها الاخوه مضبوطا على هذه الاربعه الصراط المستقيم الذي نسال ربنا في كل صلاة أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم هو هذه الأربعة. هو أن أترك الحرام وأن تتركه، أن تتقن الفرائض وأن أتقنها، أن نؤدي النوافل، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وإذا زلت قدم أحدنا وسقط في حرام فإن الله عز وجل وضع أزمنة وأمكنة للعود، للتوب، للرجوع، للاستغفار للاقبال وابقى باب التوبه مفتوحا من كان منا مقيما على الحرام نصيحه يا اخوان نصيحه يا شباب نصيحه ايتها الاخوات الوقت مناسب قبل ان يفجانا الموت اصعب شيء تلقى الله تعالى به وان تلاقيه بلا ريب حرام اقام العبد عليه فلم يتركه وقد ناداه المنادي مرارا للتقوى للعود للتوب للاستغفار ثم هو لا يريد أو إنه لا يغالب نفسه ليترك الحرم الفرصة مناسبة يا أخوان وقد اقترب رمضان إن كان واحد فينا مقيما على معصية أن يتوب أن يستغفر أن يعيد الحق إلى أصحابه أو على أقل تقدير أن يخبرهم بأن لكم علي حق وأنا سأجهد أن أعيده إليكم ثم من كان منا مقصرا بالفرائض فليعد وليقبل وليقضي ما فات، وأدي من النوافل ما استطعت، بهذا تكون من أهل التقوى وحدك، لكن الاسلام يحب ان يشيع الخير، يحب ان ينتشر البر في هذه الارض، فكان لا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انه من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: "إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية". الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء، وحفظه، وفقهه، والإحاطة به. والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت. أو هي أذن سمعت وعملت بما سمعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ اوعى من سامع. هذه هي الخطبة الخامسة عشرة في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صورا وأحداثا من علاقاتنا الاسريه مره ومعاملاتنا الماليه مره اخرى صحيحه مره لنعمم خيرها وننشر فضلها وخاطئه او مخطئه مره لنحذر شرها ونترك فعلها في كلتا الحالتين نفيد وعيا وفهما يحب الاسلام من اتباعه ان يتحلوا بالعلم وان يتزينوا بالفهم وان يتجملوا بالحكمه وان يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي بالتالي اذا شفتوا انسان مريض في عقله اعكن حدا يقول هذا شيخ اذا شفتوا حدا مريض في عقله اعكن حدا ياخذ ابنه لعنده مشان يكبسه او يقرا او يدعي له هذا رجل مريض عنده مرض في عقله لا علاقه له بان يكون صالحا او ان يكون فاجرا اصلا هو غير مكلف لا يقول ان احدكم على انسان في براسه مرض انه على البركه البركه مع العقل البركه مع الفهم البركه مع الفطنه البركه مع الذكاء البركه مع حسن التصرف البركه مع العلم اما ذاك فهو انسان مريض ونسال الله له الشفاء وان لم يشفى فاذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب، يعني هو ليس مؤاخذ اصلا بشيء. اما ان يظن بان المباركين فينا هم المجانون هم المجانين فابدا لا تكون البركه مع هؤلاء. البركه مع العقلاء ومع الحكماء ومع الاذكياء ومع الذين لهم فطنه ولهم حسن تصرف وعندهم وعي. واولئك نسال الله تعالى لهم العافيه يحب الاسلام ان يتحلى ابناؤه بالعلم وان يتزينوا بالفهم وان يتجملوا بالفطنه وان يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي على الطرف الاخر يكره الاسلام مخالطه الجاهلين وصحبه السفهاء والحمقى والمغفلين اذا رايت واحد مغفل احمق سفيه الاسلام ينهاك ان تصاحبه حتى لا تسري اليك لا سمح الله عدوى السفاهه وعدوى الغفله وعدوى الحمق ومن اجل هذا كانت هذه الخطبه او السلسله توعيه عنوان خطبه اليوم التراحم رحمه نحن جميعا ايها الاخوه نسال ربنا ان يعجل لنا بالفرج التراحم فرج هو عين الفرج التراحم. نحن جميعا نسال الله عز وجل ان يعجل لنا بالرحمه وان يرحمنا برحمته الواسعه. التراحم هو الرحمه. نحن جميعا نسال الله عز وجل ان ييسر علينا ما عسر. التراحم هو اليسر. عنوان خطبه اليوم التراحم رحمه. أصل علاقة المسلم بمن حوله الرحمة والرفق والشفقة سواء كان من حولك نبات أصل علاقتك مع النباتات الرحمة ألا تذكرون بأن عدداً منا إذا سافر وترك بيته وكان في البيت أصيص أزهار ترك المفتاح مع أحد أقاربه أو مع واحد من جيرانه ليقول له أرجوك في كل أسبوع شق على قطعة الزريعة اللي عندي أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة وربما اتصل من بلد آخر يقول الله يوفقك عم لنا الزريعة رحمة أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة الشفقة الرفق سواء كان من حوله نبات أو حيوان أو إنسان، كائنا من كان هذا الإنسان سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، أخرج الشيخان ومالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له أصل علاقتك مع من حولك الرحمه قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد حره رطبه اجر اي مخلوق يكون عطشان وانت تذهب عطشه لك بهذا اجر روى الطبراني في الاوسط عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي للهره الاناء فتشرب يعني بميل الاناء للهره من اجل ان تشرب رحمة بها. أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. أساس العلاقة مع من حولك سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان أصل العلاقة الرحمة. وقد وصف الله تعالى رسوله والمؤمنين بالتراحم. الله هيك وصفنا بالقران الكريم. قال الله تعالى: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. قال الطبري: رفيقة قلوب بعضهم لبعض، ليّنة أنفسهم لبعضهم البعض، هيّنة عليهم لهم. في رقة، في لين، في أمر هين وسهل قال قتادة ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض شو معنات رحماء بينهم ألقى الله في قلوبهم الرحمة روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ووصف الله تعالى أهل اليمين بأنهم كانوا في الدنيا متراحمين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. اللي بدهم يكونوا مع أهل اليمين في الآخرة هم في الدنيا من أهل المرحمة. قال التستوري في تفسير الآية: تواصوا بالمرحمة أي تواصوا بالتراحم بين الخلق. أنت بترحمني وأنا برحمك. أنا وياك نرحم جارنا وجارنا بيرحمنا. نحن ثلاثة بنرحم من يمشي في الطريق ومن يمشي في الطريق يرحمنا وهكذا. قال ابن أبي حاتم: أي يرحمون الناس كلهم وتواصوا بالمرحمة يرحمون الناس كلهم. قال الفخر الرازي في تفسيره: التواصي بالمرحمة أن يحث بعضهم بعضا على أن يرحم المظلوم. أو يرحم الفقير أو يرحم المقدم على منكر فيمنعه منه تواصوا بالمرحمة مو حرام أنا أشوف رفيقي عم بيروح على المنكر وأتركه رايح على هاوي هذا الرجل تواصوا بالمرحمة مو حرام شوف واحد مضطر ومحتاج إلى طعام وأتركه تواصوا بالمرحمة أصاب قريشاً قحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم وعدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم هلا شوفوا الموقف تتذكروا شو صار بمكه خلال 13 سنه وكيف الاذى الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته واهله والان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المدينه المنوره طبعا خرج شريدا طريدا وصحابته هكذا تركوا اموالهم تركوا عقاراتهم تركوا اهلهم لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حين أصاب قريشا قحط جاء في شرح السير الكبير بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمع من أهل المدينة قال إن جماعة مكة كثير يا يعني جماعة كثير أصيبوا بضيق كبير هدول اللي قتلونا وهدول اخذوا اموالنا وهدول اللي الينا بس هيك عم عم يهلكوا الجماعه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار الى مكه حين قحطوا وامر بدفع ذلك الى ابي سفيان بن حرب وصفوان بن اميه ليفرقها على فقراء اهل مكه فقبل ذلك ابو سفيان وابا صفوان وقال ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا. عامل خدعة علينا مشان يستميل قلوب هؤلاء الناس. لم يعلم صفوان بأن أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه شيخ كبير ضرير البصر من أهل الكتاب يسأل فضرب عضده من خلفه. وقال ما ألجأك إلى ما أرى ليش عم قال أسأل الجزية والحاجة والسن أنتم فارضين علينا ضريبة بدي جيب لكم إياها وأنا محتاج وأنا كبير طاعن بالسن قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل من قلب بيته لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه يعني امثاله فوالله ما انصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. انها رحمه المسلم بمن حوله. فالاصل في علاقه المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمه والرفق والشفقه. فاذا كان هذا المخلوق انسانا زادت الرحمه بالمسلم. وزاد اشفاقه عليه فاذا كان هذا الانسان اخاه المسلم بلغت الرحمه منتهاها وصارت تراحما يعني اذا انا على القطه بدي ارحمها وعفوا مره حديث الكلب رحمه فشكر الله تعالى له ومشركو قريش رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل الذي من اهل الكتاب رحمه سيدنا عمر هيك الاسلام يعلم طيب اخي المسلم ما اخبار الرحمه بيني وبينه تصل الرحمه منتهاها. ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه قال طلحه بن عبد الله: خرج عمر ليله في سواد الليل فدخل بيتا فلما اصبحت ذهبت الى ذلك البيت فاذا عجوز عمياء مقعده فقلت لها يا خاله ما بال هذا الرجل ياتيك قالت إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى مو إنه الزلمة اللي عم يجي يكنس بيته يجليل الجليات يطلع الزبالة من البيت هو نفسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب امرأة عجوز عمياء مقعدة عمر يخدمها إنه التراحم والرحمة التي بين المسلمين قال أسلم مولى عمر قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن تحرسهم الليلة؟ هدون تجار وهي قافلة ومعهم بضائع ومعهم مصاري الجماعة ونازلين بمكان يعني عام والله بخاف يجي حدا يأخذ لهم مصاريون أو يؤذيهم أنا أمير المؤمنين عمر وأنت عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من أثرى الأثرياء هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال نعم فباتا يحرسانهم ويصليان فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتقي الله تعالى وأحسني إلى صبيك تجار جايين ومعهم نساء وبعضهم في معه ابنه ثم عاد عمر إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها ويحك إنك أم سوء ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليل من البكاء قالت يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك عم بفطمه للولاد بس عم يبكي قال لما؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم سيدنا عمر مطلع فرمان كل واحد بالدولة بياكل وبيشرب له معاش بس بده يكون مفطوم أما اللي بيشرب حليب من أمه ما له معاش قالت له أنا عم بفطم ابني لأن عمر ما بيعطي المعاشات إلا للمفطوم قال كم عمر ابنك هذا؟ قالت كذا وكذا شهراً 11 شهر عشرة أشهر فقال ويحك لا تعجليه عن الفطام فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء قال بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام غيرنا الفرمان الماضي اي واحد بيلاد فورا بنعطيه معاش لا تستعجلوا تفطموا الأولاد الصغار. خطيه ولد صغير بده يرضع من امه. انها الرحمه انه التراحم الذي يؤدي الى رحمه تشيع في المجتمع. ايها الاخوه الاصل في علاقه المسلم مع من حوله الرحمه الشفقه الرفق فاذا كان هذا المخلوق انسانا زادت رحمه المسلم به واشفاقه عليه فاذا كان هذا الانسان اخاه المسلم بلغت الرحمه منتهاها وصارت تراحما بين المسلمين اخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى اليوم نحن نسمع عمن يؤجر داره ببدل تساوي اضعافه لكنه يرحم من لا يجد اليوم نحن نسمع عمن اقرض قريبه مبلغا من المال يعينه به على الزواج ومع تسارع تغير قيمه النقد استرد المبلغ عينه فلم يزد عليه شيئا لأنه يرحمه ويحن عليه نحن نسمع اليوم عمن تضاعف جهدها في تقليل نفقات منزلها ترحم زوجها الذي يكد ويجهد ولا يجد إلا الكفاف اليوم نحن نسمع عن جمعيات خيرية متخصصة بالمجال الصحي تنفق خلال عام مئات الملايين تساعد المرضى الذين لا يجدون مالا. يرحم ذو اليسار منا من لا يسار عنده. وقل مثل ذلك في جمعيات الاغاثه او جمعيات التعليم او جمعيات التدريب المهني. اليوم نحن نسمع عن مدرسات تعرضن خدماتهن في تدريس الاطفال بمقابل زهيد او من دون مقابل يرحمن من لا يجد مالا او مكانا للدراسه. اليوم نحن نرى سائقا يوقف سيارته ليسمح لامراه عجوز تعينها ابنتها ليعبرا الطريق يرحمهما ويشفق عليهما ونرى اخر يوقف سيارته ليوصل الواقفين الى مقصدهم رحمه بهم من طول الانتظار ولئن كنا نسمع ونرى حينا من لا يرحم الناس فاننا نرى احيانا من يرحمهم وان شان الخلق انهم لا يستوون منهم الصالح ومنهم الطالح منهم الرحيم ومنهم قاسي القلب منهم صاحب البر ومنهم صاحب الشر وقد صدر القانون الرباني بان ما ينفع الناس سيمكث في الارض وان الزبد سيذهب جفاء واني ذاكر في اخر هذه الخطبه ايها الاخوه، ثلاثه امور تزيد التراحم بيننا. اذا اردنا ان نزيد التراحم وبالتالي ان نزيد الرحمه بيننا، ان يكون الفرج بيننا، ان يكون اليسر بيننا، ثلاثه امور تزيد التراحم بيننا، اولها التمسك بهدي القران والسنه. ما في رحم على الحقيقة إلا بالقرآن والسنة في كل شهر على الأكثر يرن الهاتف ويكلمني شخص من بلد أوروبي أو من ولاية أمريكية له رتبة علمية يقول إن أبي في المشفى في العناية المشددة منذ ثلاثة أسابيع وهو يجلس على الانابيب على التنفس الصناعي وعلى ناظم القلب الاطباء في المشفى يقولون لي اذا احببت من الممكن ان نوقف الاجهزه لابيك والخيار لك واذا احببت نبقي هذا الامر سامحوني احيانا يكون السائل طبيبا او مهندسا او محاميا او شابا ما معنى قولهم اذا احببت نوقف الاجهزه على ابيك معناه اذا احببت ممكن ان نقتل اباك هذا المعنى حتى هم يسمونه القتل ثم يدلسون على الناس الرحيم لا يوجد رحمه ايها الاخوه على الحقيقه الا بالهدي بهدي القران الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتم تعلمون ان الاجهاض مباح في كل تلك الدول التي لا تتبع دينا. وحدكم انتم وامثالكم ممن يؤمنون بشريعه الله تحرمون الاجهاض، ما هو الاجهاض؟ بعد تخلق الجنين ما معنى الاجهاض؟ يعني قتل الجنين في بطن امه. والله لولا الاسلام والله لولا شريعه الله لعلك انت كنت الذي ستكون في بطن امك وستقتل لانك عاجز ان تدافع عن نفسك القران هو الذي دافع عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حماك اليوم تباع الاعضاء في بلاد غربيه وشرقيه وهناك بنوك للاعضاء وبامكانك ان تشتري وبامكانك ان تبيع بس الحمد لله نحن في بلادنا مع فقرنا وضعفنا وتاخرنا العلمي، نحن لا نبيع اعضاءنا ولا نبيع انسانا ولا نشتري انسانا ولقد كرمنا بني ادم ليس لاننا اذكياء لكننا مرحومون بالقران والسنه. كيف نزيد التراحم بيننا؟ مو فقط بيننا في بلدنا في هذه الارض، هذه الارض لا لا رحمه لها يا ايها الاخوه، مساكين هؤلاء الناس. مساكين عندما يترك الشاب اباه ليكون في ماوى العجز ويموت ابوه ولا يدري. مسكين هذا الاب الذي يترك ابنه لتاخذه جهات يمنى او يسرى ويمضي هذا الولد ولا يعرف الاب اين ذهب ابنه. مسكينه هذه المراه التي لا يرعاها زوج. مسكين هذا الزوج الذي لا يشكل اسره. مسكين هذا الانسان الذي يتفلت من شريعه الله تعالى. اذا اردنا ان نزيد التراحم بيننا بل في هذه الارض والاسلام وشريعه الله وكل الانبياء ارسلهم الله تعالى ليرحموا اهل الارض هذه الارض تئن من الالام تئن من الاحتراق ولا يوجد رحمه لهذه الارض لا لصغارنا ولا لكبارنا ولا لرجالنا ولا لنسائنا ولا لعلمائنا ولا لجهلائنا ولا لفقرائنا ولا لاغنيائنا لا يوجد تراحم الا في شريعه السماء ما معنى ان يتلف محصول كامل من اجل ان لا تخفض الاسعار في العالم ما معنى ان تغرق سفن في البحار من البن حتى لا ينزل سعر البن ما معنى هذا الكلام؟ اليس قسوه؟ اليس ظلما؟ اليس فظاظه؟ اليس غلاظه؟ اليس فجورا؟ اليس اجراما؟ الانسان هو الانسان كائنا من كان. ثلاثه امور تزيد التراحم بيننا بل ننشر بها الرحمه في هذه الارض اولها التمسك بهدي القران والسنه فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد سمعتم في الخطبه اطرافا من رقه قلبه كان جبارا في الجاهليه نفس نفس عمر الذي كان جبارا في الجاهليه وتعلمون عندما ضرب اخته على وجهها فادمى وجهها هو نفسه صار يقول انه يخاف من الله أن يسأله عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر عمر الذي ضرب أخته فأدمى وجهها صار يفكر برجل شاة على نهر دجلة هو قاعد بالمدينة المنوره ما هذه الرقة من أين جاء بها حتى قالوا له يا عمر كنت جبارا في الجاهلية جبار جبار فإذا به هو الآن الذي يحرس التجار ويبكي من اجل طفل رضيع تريد امه ان تفطمه من الذي صنع عمر ما الماكينه التي دخل بها عمر من مكان جبار وخرج رحيما رفيقا انه هدي القران والسنه فلما تمسك عمر بهدي القران والسنه صار رقيق القلب مرهف الاحساس وصار عمر الذي تعرفون لقد صاغ القران والسنه عمر جديدا بل صاغ امه تتراحم ومجتمعا يتعاطف اذا اردنا ايها الاخوه ان يزيد التراحم بيننا فعلينا افرادا كل واحد بيناتنا ان يتمسك اكثر بالقران والسنه كل اسره بيننا تتمسك بالقران والسنه كل مجتمع من مجتمعاتنا يتمسك بهدي القران والسنه هذه الارض تتمسك بتعاليم الله فنسعد ونسعد ثانيا التدرب على المظاهر السلوكيه للرحمه وترك اضدادها الرحمة هي رقة في القلب شو معنى فلان رحيم؟ يعني في حالة قلبية شاف موقف مؤلم تأثر قلبه بكى ممكن كيف أنا بدي زيد الرحمة في قلبي؟ أن أتدرب على المظاهر السلوكية للرحمة وأن أترك أضدادها هذا كلام لكل شاب بيننا ولكل بنت ولكل رجل ولكل امرأة فبر الوالدين أيها الإخوة مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة تكلف بر أمك وأبيك تكلف تكلف حتى تنغرس الرحمة في قلبك النفقة على الزوجة والأولاد مظهر من مظاهر الرحمة ادفع لزوجتك ادفع لأولادك هذا يعطيك النفع لإلك تنزرع الرحمة في قلبك الصدقة على الفقراء والمساكين أنت تستفيد مظهر من مظاهر الرحمة صحيح المسكين والفقير يستفيد بس أنت تستفيد لأن هذا المظهر مع تكراره سينعكس في قلبك رحمة التيسير على المعسر مظهر من مظاهر الرحمة إكرام اليتيم مظهر من مظاهر الرحمة قل مثل ذلك في إكرام الضيف زيارة المريض الإحسان إلى الجوار العفو عن الناس بذل المعروف للآخرين فمهما مارست المظاهر السلوكيه للرحمه اثرت في قلبك الى ان تتمكن الرقه في قلبك فتملاه شفقه ورحمه ورافه مع التكرار مع التكرار مع التكرار تصير رحيما فاذا صرت رحيما صرت مرحوما وصرت محبوبا عند ربك ثالثا واخيرا ترك الاستغراق في الشهوات المباحات اذا اردنا ان يزيد التراحم بيننا ترك الاستغراق في الشهوات المباحات اذ الاستغراق فيها يجعل صاحبها من اهل الترف وفي اهل الترف قسوه في القلب وكبر في النفس وظلم للعباد يا شباب لو كنت غنيا يا رجال لو كنت غنيا يا نساء لو كنت غنيه ليس من مصلحتك ان تغرقي نفسك في الترف الترف يقسي لك القلب الترف يجعلك في كبر في ظلم للاخرين. خير الامور الوسط، لا بأس ان تظهر نعمه الله تعالى عليك، لكن كن معتدلا وكن متوسطا. روى البيهقي باسناده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنه منكم الا رحيم". قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال: "ليس رحمه احدكم نفسه واهل بيته". لا ما بدك ترحم زوجتك واولادك بس. حتى يرحم الناس. بدت تصير الرحمه متعديه الى الاخرين. ايها الاخوه، هذه ثلاثه تزيد التراحم بيننا. التمسك بهدي القران والسنه، والتدرب على المظاهر السلوكيه للرحمه وترك اضدادها، وترك الاستغراق في الشهوات المباحات. واذكروا ان التراحم رحمه، والقسوه بلاء. واذكروا ان التراحم فرج والفظاظه شقاء واذكروا ان التراحم راحه والغلظه جفاء واذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمه الا من شقي اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله